السلام عليكم، شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية، رمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. ربي يجعله رمضان خير وبركة وأمن وأمان على الجميع إن شاء الله. واليوم نريد نبدي نتكلم على نبات الأجر، من النباتات الجميلة جداً، من يعني يعتبر من النباتات النظيفة اللي نذب أوراق، ما تطلع بها أوراق يابسة وتنذب، أو يعني أعتبر من النباتات النظيفة. بس شنو بي المشكلة؟ هي الأسنان هذه كثير حادة، يعني بصراحة تأذي كثير، لازم تنتبهون عليها. من النباتات المحبة للشمس المباشرة كم ساعة؟ 4 أو 5 ساعات. أنا عندي هنا خارج البيت حاطتهم، تندال عليهم الشمس من الظهر إلى المغرب، سبحان الله ما شاء الله، شوف النشاط والجمال. أكو الحجم الكبير، حجم الأخضر اللي يكون ما بي أصفر، وأيضا أكل مثل هذا بس الصفار أكثر، هذول خارجية أيضا ويصير حجمهم كبار. هذه من النوع اللي تصير صغيرة، ما تصير حجمها كبير. الحجم الكبير تطلع طريقة التكاثر يا أما الخلفات الجانبية، هسه مثل هذه نتكلم على هذه وبعدين أعطيكم فكرة على النوع الثاني. هذه تطلع الخلفات الجانبية، هذه مثلا يعني هسه السندانة هذه مستحقة، بصراحة مستحقة تبديل، بس ليش ما أبدلها؟ لأن الخلفات اللي طالعة بعدها صغيرة، فحتى شوية تنمو الخلفات الجديدة حتى أقدر أفصلها. الإكثار هو بالخلفات، ننزع الأوراق الخلفات اللي موجودة صغيرة ونزرعها بغير سندانة. بصراحة هي كانت عندي هذه، شوفوا شنو طلعت من عندها، طلعت هذه، ومن طلعت هذه، هذه طلعت من عندها خلفة جديدة، وأيضا دا تطلع هي جديد، هذه دا تطلعها جديدة، شوفوا صغيرة بعدها كلش. هذه أيضا صغيرة ودا تطلع، شوفوا هذه هنا بالزاوية، وعدها واحد، عدها اثنين، هذولي تطلع خلفات كثير إذا توفرت الظروف المناسبة. وهذه يعني هذه الصغيرة هي مطلعة 4 خلفات، هذه الصغيرة، هاي واحدة، هاي اثنين هنا بالزاوية، وهاي اثنين، يعني 4 خلفات طالعة من هاي الصغيرة. تطلع خلفات كثير بس تريد تتوفر الشمس المباشرة. وهذه عندي أيضا هم فصلتها من عندهم، يعني من سندانة واحدة صارت عندي 4 سنادين، وهسه هذول السنادين اللي موجودة بها خلفات كثير أقدر راح تطلع أكثر بعد سنادين. هذه أريد أغير السندانة مالتها، بس هذول اللي خلفاتها صغيرة أخاف تتأثر، وهو شوية لأن بعدنا هم شوية الجو عندنا بارد، سبحان الله هذا الأسبوع يعني عندنا 4، 5، 6 درجات الحرارة، فأريد شوية تعدل أيضا الجو ووفرها التربة المناسبة حتى أغيرها شوية، بس مجرد شوية تكبر هذولي الخلفات الصغيرة، لأن هذه خلفة صغيرة عندها هنا عندها كم وحدة طالعة، هاي بعد الله أعلم إذا تحت السندانة لو. فإن شاء الله أغيرها. التربة عبارة عن خليط من البتموس والرمل والحجر، الحجر الناعم. السقي عند جفاف تقريبا نقول 60-70-80% من التربة، من تكون ناشفة نتفحص التربة، شوف هسه هذه التربة عندي ناشفة يعني مستحقة سقي. من أتفحص التربة وأشوفها، مرات أسقي باقي النباتات وهي ما أسقيها، لأن شنو؟ لأن ما تحب السقي كثير طبعاً، تناسب من ده حرك التربة صار الطخب أصبعي، هذا الفرع الجديد، الخلفة الجديدة. فإن شاء الله بس تكبر الخلفات والجو شوية تخف البرودة أبدل السندانة مالتها. يعني مثل ما قلت السقي يعني من 70-80% تكون التربة ناشفة، هذه هي حالها حال
العصاريات انواع الصباريات الا تكون التربه ناشفه، يلا بعدها اسقيها واسقيها كميه بسيطه، يعني كميه الماء بالعكس يعني مثل تكون كميه الماء على حجم النبته او حجم السندانه ايضا، مثل ما شوفتكم السنادين اللي عندي مال العصاريات والصباريات اللي هي خلف البيت، هذا اللي تحتاجه، ما تحتاج اي شيء اصلا. يعني احكيها بصراحه، اصلا هذه اني ما احط لها سماد، يمكن كل شهرين ونص ممكن سماد ام بي كي اسوي على هاي النباتات الخارجيه، بس اني اقول على الداخليه لا، كل اسبوعين اسويها، باعتبار لي شنو هذه اضاءه مباشره هنا موجوده عندها وتستفاد من الشمس، يعني ماخذه كفايتها من عمليه التركيب الضوئي وكل الاشياء اللي تحيط بها. اللي تحتاجه فقط شمس مباشره كم ساعه، تربه خليط من البتموس والرمل والحجر. Good morning. سوري هاي جيراننا. تحتاجه بس شمس مباشره وتربه خليط من البتموس والرمل والحجر، تتكاثر بالخلفات الجانبيه اللي اتكلم عليها، اللي تكون كبيره، اللي تكون شفتها بالحدائق وشفتها كم مره بس بصراحه ما صحت لي فرصه بانه اصورها، بيها تكون غصن كثير طويل ويسمونه البلابل، تطلع بيها الازهار وبعدها تطلع هذه الخلفات الجانبيه، ممكن يعني هذه تستفاد تطلع بالميات هاي النباتات يعني الخلفات، وبمرور الوقت الام هي نفسها تموت، النبته الام تموت بعد ما تاخذ الخلفات من عندها، يعني اخذ 100 200 300 خلفه جديده وهي الام مرور الوقت تموت، يعني يعني هذا لا شيء بالنسبه لل شفتها كثير اكو هنا. هسه بيوم اروح بالاسواق واشوفها خارج يعني مثل يعني تكون ماكو ناس ان شاء الله واصور لكم اياها وحتى تشوفوها تاخذون فكره عليها. لونها كثير جميل، يصير اخضر على اصفر، لونها فاتح من هذا النوع بس شويه حجمها كبير يصير، والحجم الثاني النوع الثاني يصير حجمه كبير عند جيران من الجيران مالتنا، عندهم تقريبا يمكن يعني الله اذا ما يبدي كذبني يمكن متر ونص مترين الحجم مالتها كبير، بس ما اقدر اصورها لين مال البيت، لازم استاذن واصورها، اذا صحت لي فرصه واستاذنت من عندهم شفتهم استاذنت من عندهم اصورها اصور لكم اياها ان شاء الله. هذه هو ما يحتاج الاجاف، نبته جميله سهله، بس تخلون بالكم من هذه الاشواك مالتها، الاسنان كثير قويه تاذي. نشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.